في تفاصيل قضية الفساد في النادي الكتالوني، اتهم القضاء الإسباني نادي برشلونة ورئيسيه السابقين ساندرو روسيل وجوسيب بارتوميو والمسؤول التحكيم السابق خوسيه نيغريرا بالفساد وإساءة الأمانة وتزوير سجلات تجارية. القضاء الإسباني وجه الاتهامات أيضا إلى أوسكار جراو وألبرت سولر اللذين كانا يعملان في إدارة بارتوميو، حيث تتمحور التهم حول دفع أكثر من 7 ملايين دولار لنيغريرا بين عامي 1994 و2018. إدارة برشلونة الحالية بقيادة جوان لابورتا أكدت قبل أيام أن النادي الكتالوني لم يشتري حكاما يوما، ولم يكن له نية في فعل مثل هذه الأشياء، محملا رئيس رابطة الدوري الإسباني مسألة الحملة المزعومة ضد برشلونة. أندية الدوري الإسباني وصفت القضية بالخطيرة جدا، مؤكدة ضرورة كشف ما شابها من مخالفات، فيما أعد ريال مدريد نفسه ناد متضرر من قضية نادي برشلونة ونائب رئيس الحكام السابق خوسيه نيغريرا.